الخير مشاهدينا في صباح جديد وجميل نوجه فيه تحيتنا الصباحية لكل نساء العالم. اليوم يحتفل العالم بإنجازات المرأة ويقدر جهدها من خلال هذا اليوم. صباح الخير يعقوب. صباح النور عائشة، صبح بالخير على كل من يتابعنا، وأكيد أضم صوتي لصوت عائشة اليوم أهني جميع نساء العالم بهذا اليوم اللي يحتفل فيه العالم بالمرأة. أكيد جميع أو كل أنحاء العالم مشاهدينا ويعقوب يحتفل بهذا اليوم، الدوائر الحكومية، فالمرأة بالفعل تستحق هذا اليوم لتقديرها ولجهودها وما تقدمه لهذا العالم. والحين مشاهدينا أيضا حلقتنا اليوم بتتناول موضوعات تخص المرأة، لكن قبل خلنا نشوف عناوين حلقتنا لليوم. العالم يحتفل اليوم بالمرأة وإنجازاتها. انطلاق مسيرة القافلة الوردية في دورتها السابعة. أذني لا تسمع ولكن قلبي ينبض ويسمع. مشاهدينا بعد ما عرفنا عناوين حلقتنا اليوم بنخبركم أو بنطلع على آخر الأخبار في فقرتنا الخاصة بالصحف، سواء كانت الأخبار المحلية أو حتى الأخبار الرياضية. مشاهدينا الخبر المحلي اللي موجود عندي من صحيفة الخليج: خلال افتتاحها ندوة السعادة لذوي الإعاقة، الشيخة جميلة القاسمي قيادتنا وفرت مقومات السعادة. افتتح الدكتور حميد المجون النعيمي مدير جامعة الشارقة ندوة السعادة لذوي الإعاقة في التعليم بحضور الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وذلك بتنظيم مركز الموارد لذوي الإعاقة وكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. طبعا مشاهدينا هذه الندوة تناولت كل المقومات اللي تجلب السعادة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومثل ما نعرف نحن في دولة السعادة يعني جميع الفئات بمختلف المراحل السنية بمختلف الفئات الأجناس هم في سعادة حقيقية في هذه البلاد. نعم صحيح، هاي ممكن بالنسبة للأخبار، وأنا اليوم يمكن يوم حافل بالرياضة، فننتقل لأخبار رياضة. قمة الجزيرة والعين والأهلي يواجه الظفرة. تنطلق مساء اليوم مباريات الأسبوع 21 من دوري الخليج العربي. بإقامة مباراتين سيكون لهما الأثر الكبير في تحديد شكل صراع على قمة الترتيب في الجولات الخمس الأخيرة من عمر المسابقة التي ستدخل مرحلة التوقف حتى شهر أبريل المقبل عقب انتهاء هذه الجولة. ويشهد اليوم مباراتين، الأولى بين الأهلي وضيفه الظفرة في الغربية، ويشهد أستاذ محمد بن زايد لقاء من العيار الثقيل بين الجزيرة المتصدر وضيفه العين. هاي كانت بالنسبة للأخبار المحلية، وبالنسبة للأخبار العالمية، أمس ريال مدريد حققه الفوز على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبايرن ميونخ الألماني حقق فوز كبير، خلنا نقول وكبير جدا، بخمسة أهداف مقابل هدف على الأرسنال الإنجليزي تقريبا طبعا. فأجندة اليوم في يعني لازالت مباريات مستمرة في دوري أبطال أوروبا، برشلونة وباريس سان جيرمان طبعا الكل طبعا من ممكن تكون المهمة مستحيلة لبرشلونة، والكل راح ينتظر هاي المباراة. طبعا من بعد الأخبار عائشة ننتقل نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة في دولة الإمارات والمنطقة الشرقية. شاهدنا درجات الحرارة المتوقعة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الشرقية. طبعا اليوم بيكون موضوع حلقتنا عائشة هي المرأة،
بمناسبة المرأة، يوم المرأة العالمي. طبعا المرأة دائما خلنا نقول في المجتمع الإماراتي لها دور كبير في التطوير. أكيد. في تفضلي. نعم، لا كمل في التطوير وغيره. طبعا نعم. بخصوص هذا الموضوع في البداية قبل لا ندخل لموضوعنا، أبعث رسالة تقدير لكل امرأة، لكل امرأة قدمت وما زالت تقدم إلى العالم كل الحب والتقدير. طبعا مثل ما ذكرت يعقوب، بالفعل المرأة قدمت سواء كانت أضحت لبيتها، لعملها، لمجتمعتها، لمجتمعها، وقدمت الكثير الكثير. فبالفعل المرأة هي نصف المجتمع. نعم صحيح. خلنا نقول لو نتذكر قبل 10 أو 20 سنة عايشة، المرأة كان يمكن دورها مقتصر خلنا نقول بس في البيت. نعم. في تربية الأبناء، الاهتمام خلنا نقول بالرجل واهتمام بالأمور البيت. لكن اليوم نشوف المرأة في كل المجالات عايشة. نعم. نشوفها كمعلمة، كطبيبة، كمذيعة وغيرها في كل المجالات، حتى في المناصب خلنا نقول يعني ملأت مناصب كثيرة في الدولة. نعم. ومناصب كبيرة جدا، ولا تخلو دائرة أو مؤسسة أو شركة أو حتى منظمة كانت خاصة أو حتى حكومية نرى المرأة مشاركة فيها. أكيد، وهذا يرجع إلى الباني والمؤسس والداعم للمرأة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه. بالفعل دعم المرأة، مكنها في هذا المجتمع، جعل البيئة أو دولة الإمارات بيئة داعمة، بيئة خصبة لأعمال هذه المرأة، إلى جانب القيادة الرشيدة الله يحفظهم، دعموا أيضا المرأة من خلال المراكز اللي نشوفها الداعمة أيضا والحاضنة لهذه المرأة وإنجازات هذه المرأة. نعم صحيح. خلنا نقول حتى اليوم قاعدين نشوف أن المرأة تشارك في كل المجالات عايشة. اليوم نشوف دور المرأة ملموس في المجتمع الإماراتي وفي كل المجتمعات. نعم. المرأة دائما خلنا نقول حريصة على تطوير نفسها، في يوم عن يوم نشاهد المرأة خلنا نقول في مجالات متقدمة، في مجالات تطويرية في دولة الإمارات العربية المتحدة. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أمس قال كلمة، الاحتفاء بالنساء اليوم بمناسبة اليوم العالمي للنساء أو للمرأة. المرأة خلنا نقول جزء لا يتجزأ من المجتمع ككل. نعم. والمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة دائما احنا نفتخر ونقدس المرأة لجهودها، خلنا نقول سواء كانت المنزلية او حتى خارج المنزل. الحمد لله رب العالمين، اليوم المرأة خلنا نقول ربت وتعبت، حتى خلنا نقول ربت الرجل اللي هو الرجل اللي الحين نشوفه، صنعت اجيال. بالفعل نعم، صنعت الاجيال. فدائما احنا نقدس المرأة ونقدر المرأة. نعم جميل، كلام جميل يعقوب. والحين أيضا حلقة بتكون أو بتتناول جزء كبير عن الموضوعات اللي تخص المرأة ودورها أكيد في المجتمع. والحين مشاهدينا بعد الفاصل بيكون أيضا حديثنا عن المرأة، خلكم ويانا.